إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، كانت نتائج هذا اليوم كالتالي. من البداية كانت هنا خداعة صاحبة الخدعة الأولى في انطلاقات الأشواط الأولى لأحد فرسان هذه الرياضة، وفرسان القدرة محمد بن الشيبة السبوسي من حققت الانتصار في باكورة الأشواط الصباحية لتهدي أهالي ند الشبا أجمل تحية وفوز وناموس تحقق خداعة مشاهدينا الكرام في أول الأشواط الصباحية. بينما تتوالى الأشواط تأتي المهجنات الأصايل بعد ذلك لتضيف إنجازا تلو الإنجاز على هذه الشعارات. ومع هذه الشعارات وصلتنا مشاهدينا الكرام في ثاني الأشواط زعفرانة لتحقق الانتصار والناموس لهذا الشعار منصور بن الشيبة السبوسي، كذلك في المهجنات الأصايل لتهدي أهالي ند الشبا المنطقة الرابعة الفوز والناموس والانتصار. بينما تتابع من خلال الأداء والنتيجة التي قدم هذا الشعار في أشواطنا الأولى المميزة، بينما يأتي الشوط الثالث ليحمل لنا سلالة مياس لنفس المالك محمد بن الشيبة السبوسي يسجل الهاتريك في الأشواط الرئيسية المهمة الثلاثة الأولى الصباحية والتي كانت دائما حاضرة مع هذا الموعد، وموعد شعار الشيبة بن علي السبوسي من قدم هذه الأنواع وهذه التحديات في صباح هذا اليوم. ما هو إلا حصاد هذا الموسم المميز الجميل الذي يحمل لنا كل المفاجآت الجميلة. أما الشوط الرابع مشاهدين الكرام كان السراب حاضرا بالتنافس والتحدي لعبد الله بن حم العامري من خلال كذلك أداءه الجميل وانطلاقته في اللحظات الأخيرة والكيلو الأخير وانتزاعه المركز الأول على حساب الجميع ليضيف إنجاز على إنجازاته ويهدي أهالي العين أجمل تحية وناموس في هذا الصباح. إذا هذه لحظات وصول سراب إلى خط النهاية بتوقيت 9:39 وثمان أجزاء من الثانية. بينما مشاهدينا الكرام شهدت الجولة الثانية في الانطلاقات الصباحية والانطلاقات الجميلة شهدت جميلة لسعيد بن مطر الرميثي صاحبة أفضل التوقيت في هذا الصباح الجميل، شهدت أفضل توقيت صباحي وكان التنافس بينه وبين حشيمة لمحمد بن الشيبة السبوسي، لكن تفوقت في اللحظات الأخيرة جميلة صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل ب9:24 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن مطر الرميثي على هذا الانتصار، واسعد الله صباحكم يا أهلي السمحة وأهلي ند الشبا. بينما مشاهدينا الكرام الشوط السادس حصدت من خلاله بشاير لشعار كأس الخليج الأول في أول مواسمه، وهنا تأتي بشاير لعلي بن حمودة بن علي الظاهري بتحقيق الفوز والانتصار في هذا الشوط وتهدي أهالي العين تحية وناموس يتجدد لشعار الخليج الدائم. هنا علي بن حمودة الظاهري بشاير ب9:25 وخمسا من الأجزاء من الثانية، توقيته الزمني اللي حصلت عليه في انطلاقتها السادسة في هذا الصباح. بينما الشوط السابع مشاهدينا الكرام حمل الإثارة والتحدي مع السلالة الشاهينية لسعيد بن سيف بن سالم النيادي من خلال الأداء والنتيجة اللي قدمها شاهين في هذا الشوط وتقديمه كذلك روح التنافس الجميل في الميدان وعلى أرضية ميدان المرموم ليخطف المركز الأول بتوقيت زمني مقداره 9:40 وسبعا من الأجزاء من الثانية في الشوط السابع والخاص بالمحليات الأصايل. بينما تأتي المهجنات الأصايل في هذا اللقاء وفي هذا التنافس بالتحدي الجميل وكذلك لتهدي أهالي العين ناموس آخر يتجدد مع وجود رزين لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي، وهو من حقق كذلك الانتصار في الشوط الثامن ليقدم نوعية مميزة في ميادين السباقات في هذا اليوم. والأداء المميز الذي حمل هذا الشعار دائما في كل مشاركاته المميزة ومشاركاته الجميلة 9:35 وتسع أجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما الشوط التاسع مشاهدينا الكرام والجولة الأخيرة التي شهدت التنافس وبدت البداية مع صاحبة الشوط الأول وكانت أفكار هنا لمنصور بن الشيبة السبوسي تضيف النقطة الثانية لهذا الشعار شعار الشيبة بن علي السبوسي من خلال تقديم كذلك القوة والأداء والاندفاع والظهور بمظهر القوة والاندفاعات القوية في ميدان المرموم. والتوقيت الزمن الذي حصلت عليه أفكار 9:29 وجزء واحد من الثاني لتهدي منصور بن الشيبة السبوسي الفوز الرابع
في انطلاقات هذا اليوم. بينما مشاهدينا الكرام هنا يعود شعار الكاس الخليجي، يعود علي بن حموده الظاهري ليقدم لنا كذلك الريام في هذه الانطلاقه وهذه التحديات من خلال تواجده. والنقطه الثانيه تسجل مع شعار علي بن حموده بن علي الظاهري ووصوله كذلك فايزا في هذا الشوط بتسع دقائق 28 ثانية وخمسا من الأجزاء من الثاني في لحظات الفوتو فينش الأخيرة بمعيتها كذلك اهتمام لفهد بن طحنون الهاجري. بينما شوطنا مشاهدينا الكرام الحادي عشر كان حاضرا ظبيان في هذا اللقاء لسيف بن مسفر العميمي وانطلاقته القوية ليهديها لند الشبك، كذلك فوز وناموس يتجدد من أرضية هذا الميدان وكذلك تحقيق الانتصار في شوط المحليات الأصائل وتقديمه بتسع دقائق 32 ثانية بالوفاء والتمام. إذا من خلال هذه الانطلاقة يسجل أفضل توقيت بالنسبة للسن أو للجعادين. أما شوط الختام مشاهدينا الكرام ذهب مع مشغل في هذه الانطلاقة التابع، وتعود ملكية لعبد الله بن حميد بالكديدة بتقديم 9 دقائق 36 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية وتوقيته الزمني ليختتم مع هالي المرموم ختام انطلاقات هذا الصباح الجميل. كانت هذه مشاهدينا الكرام لحظات وصوله إلى خط النهاية وهو في طليعة الواصلين إلى خط النهاية. هكذا مشاهدينا الكرام كانت نتيجة هذا الصباح الجميل وملخص انطلاقات هذا اليوم. شكرا للمتابعة من الأستاذ تيسير شنابلة، شكرا لمتابعة كل الأخوة الزملاء هنا في طاقم العمل في النقل الخارجي لقناة دبي ريسنج، شكرا كذلك للأخوة المعلقين المتابعين. نلقاكم مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ. إلى أن يحين ذلك الوقت تقبلوا أجمل تحية مني محدثكم حمد بضويب الشامسي، وإلى اللقاء.